إليكم التفاصيل. تحية متجددة. رفعت وكالة التصنيف الأمريكية فيتش رايتنج من تصنيف تونس الائتماني إلى سي 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 إيجابي مقابل تصنيف سي 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 سلبي قبل ذلك. الخبير الاقتصادي مراد الحطاب اعتبر التصنيف الجديد رسالة إيجابية، مشيرا إلى أن هذا التصنيف يدل على قدرة تونس على تحمل التزاماتها الخارجية. رسالة إيجابية لتونس. بعد 3 سنوات تقريبا الوكالة تحسن في تصنيف تونس الائتماني، معناها قدرة تونس على تحمل ديونها وعلى الإيفاء بالتزاماتها الخارجية، من 3 جيم سلبي إلى 3 جيم إيجابي. التصنيف هذايا يقوم على 3 جوانب أساسية. الجانب الأولاني هو أنه الدولة التونسية اليوم عندها حيز إيجابي على مستوى التوازنات المالية العامة وعلى مستوى ميزانية الدولة، إمكانها من الإيفاء بالتزاماتها الخارجية والداخلية بالكامل. بالنسبة ل 2024 تونس أوفت بالتزاماتها بالكامل، وبالنسبة ل 2025 و 2026 تتوقع أن تونس بتكمل في نفس المسار مع المحافظة على مستوى احتياطي من النقد الأجنبي في مستوى مريح. اليوم تونس تقريبا عندها 26 مليار دينار احتياطيات، ما يعادل 117 يوم دوري. من ناحية أخرى أكدت وكالة فيتش أنه الدولة التونسية لم تستحق تمويلات خارجية كبرى، وأكدت أنه تعويلها على التدين الداخلي بحاجياتها سواء على المدى المتوسط أو على المستوى القصير. في الشأن التربوي، أكثر من 2,300,000 تلميذ وتلميذة التحقوا اليوم بمقاعد الدراسة، وتعزز عدد المؤسسات التربوية في الموسم الدراسي الجديد ب 35 مؤسسة تعليمية جديدة محدثة بمواصفات عصرية وفق ما أعلنه اليوم وزير التربية نور الدين النوري. هذا وقدرت وزارة التربية الحاجيات الإضافية من المدرسين الواجب تسديدها مع منطلق السنة الدراسية الجديدة بحوالي 10,700 مدرس موزعين على مختلف المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية. سيتم تغطيتها من ضمن خريجي علوم التربية وتسوية وضعية النواب بالانتداب فضلا عن بعض النيابات المستمرة. مدير عام الموارد البشرية بوزارة التربية محمد جزوني أوضح أن شغورات التعليم الابتدائي تم سدها بين يوم أمس وهذا اليوم بمعدل 2,598 مدرسا من خريجي علوم التربية، فيما سيتم سد الشغورات الباقية من خلال تسوية وضعية أساتذة التعليم الابتدائي النواب المدرجين ضمن قاعدة بيانات النواب بمقتضى قرار التسوية الشاملة لوضعية النواب على دفعات، والتي ستصدر النصوص الترتيبية الخاصة بها قريبا. أما بالنسبة للتعليم الثانوي فبينا أن عملية سد الشغورات تتم بشكل أساسي عبر تسوية وضعية النواب المسجلين في قاعدة البيانات بالانتداب بمقتضى قرار التسوية الشاملة الذي ستصدر فيه أيضا النصوص الترتيبية الخاصة به قريبا. ومع انطلاق السنة الدراسية الجديدة يوفر ديوان الخدمات المدرسية جملة من الخدمات المتعلقة أساسا بالإعاشة والإقامة والنقل المدرسي لفائدة التلاميذ المنتمين للعائلات المعوزة من جميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. عن تفاصيل مختلف هذه الخدمات يتحدث لقسم الأخبار المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية وليد بن خليف. بالنسبة للإعاشة والمطاعم المدرسية تنقسم على المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، وشنا نطمحوا باش نوصلوا لعدد 403,500 تلميذ. بالنسبة للمرحلة الابتدائية نطمحوا باش نوصلوا 313,500 تلميذ و 90,000 تلميذ بالمرحلة الإعدادية. 90,000 هذوما ينقسموا إلى صنفين، الصنف الأول هو اللي يتمتعوا بالإقامة كاملة، يعني هما باش يكونوا في حدود 30,000، وبالنسبة للتلاميذ الأنصاف المقيمين هما باش يكونوا في حدود 60,000. للانتفاع بالخدمة نتاع الإقامة والإعاشة تكون عن طريق منصة رقمية، ويتم منحهم المجانية أو نصف المجانية أو عدم المجانية. التلميذ قبل كان مطالب بمتنى بوثائق وتمنحوا المجانية من عدم، ولت في فعالية تسند للتلميذ هذه المنحة. لحد اليوم تم اسناد 16,200 منحة لأبنائنا من العائلات المعوزة. الخدمة الثانية اللي هي النقل المدرسي، نطمح إن شاء الله
يمنا نوصلوا إلى 29,000 تلميذ باش يتمتعوا بالخدمة هذه. أعلنت شركة نقل تونس أن وحداتها الفنية تمكنت اليوم من توفير 490 حافلة و42 عربة مترو للجولان بمناسبة العودة المدرسية والجامعية. ويتم تأمين نقل التلاميذ والطلبة خلال الموسم الدراسي والجامعي الجديد على شبكة الحافلات عبر 2200 خط أو خطا مدرسيا وجامعيا من مجموع 3178 خطا، بالإضافة إلى خطوط الشبكة الحديدية لشركة النقل بتونس وخط أحواز الجنوب وخط الساحة للشركة الوطنية للسكك الحديدية. أكد الائتلاف التربوي التونسي اليوم في بيان ضرورة الشروع الفعلي والعاجل في مسار إصلاحي جدي وعميق للمنظومة التربوية العمومية. واعتبر رئيس الائتلاف كمال المساوي في تصريح للأخبار أن هذا الإصلاح يتطلب تغييرا جذريا في الخيارات والسياسات التربوية المعتمدة وانفتاحا واسعا على كل الكفاءات ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المعنية بالشأن التربوي وتشريكها بصفة فعلية. ضرورة الإصلاح الجذري للمنظومة التربوية، عديد الإخلالات وعديد النقائص اللي تعاني منها المنظومة التربوية واللي لازم نتخذ كلنا مع بعضنا إجراءات عملية لتجاوز هذه الهينات. وأكدنا في هذا البيان على ضرورة تشريك الكفاءات الوطنية اللي قادرة حقيقة تعطي نتائج وإجراءات عملية قادرة على الارتقاء بهذه المنظومة. كيف أكدنا على ضرورة أن تكون منظمات المجتمع المدني والنقابات شريك في هذا الإصلاح، والأهم من هذا كله هو توفير الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الإصلاح. محاولة الإصلاح السابقة كانت تشهد غياب خطوات عملية. أعلن كاهية مدير مقاومة الأمراض الحيوانية بالإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة هاني الحاج عمار، أعلن تسجيل ارتفاعا في عدد بؤر الإصابة بداء الكلب عافى الله الجميع التي بلغت خلال هذه الفترة 295 بؤرة أو 295 بؤرة بعد أن كانت 270 حالة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما دعا المواطنين إلى الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد هذا الداء. إلى حد الآن معناتها فما 295 تقريبا بؤرة عملناه في الوقت هذا عدد ما يقارب 270، فما ما يقارب 25 بؤرة زايدة حسابين ما هيشك الحاجة اللي اختيرة برش بالنسبة لعملية التلقيح. أول حاجة فما دو كومبوزونت هما في التلقيح، وزارة الفلاحة تحط في ذمة المواطنين دي سونتر دو فاكسيناسيون فيكس، معناتها مراكز التلقيح القارة متمثلة في إدارات الفلاحة اللي موجودين في المعتمديات موجودين في الولايات. اللي عنده حيوان ينجم يتوجه بك الحيوان هذا لإدارة الفلاحة. والكومبوزونت الثانية تتمثل في الفرق اللي تتوجه للمواطنين بورتا بورت، فما فرق تعمل بورتا بورت، فما فرق تعمل مركز متنقل وبالبوق يكلموا العباد باش يعملوا عملية التلقيح هذه. نعاود نقول راهو التلقيح راهو مجاني وإجباري في نفس الوقت، ندعو للمواطنين أنه يدخلوا معنا في عملية التلقيح. تم أمس الاتفاق على الشروع في تحيين مذكرة التفاهم بين تونس وليبيا في مجال التشغيل والتكوين المهني. وتهدف مذكرة التفاهم التي وقع عليها كل من وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد الرضا، تهدف إلى تنظيم دورات تكوينية حسب احتياجات البلدين مع توأمة مراكز التكوين وتبادل المكونين وتبادل برامج الباحثين عن شغل وإدماج الشباب في سوق الشغل مع دعم القطاع الخاص وتبادل البرامج المتعلقة بتنظيم مكاتب التشغيل وتعزيز خدماته. كما تم الاتفاق أيضا خلال الجلسة على وضع مخطط تنفيذي لتلقي عروض الشغل من المؤسسات الليبية وربطها بطالبي الشغل في تونس. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. إلى جولة أنباء العالم. وفي اليوم 46 بعد 300 من الحرب على قطاع غزة استشهد 23 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء في قصف للاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة من القطاع فجر هذا اليوم. وقالت وزارة الصحة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر خلال الساعات 24 الماضية
ليرتفع عدد الشهداء إلى 41,226 شهيدا والجرحى إلى 95,413. ميدانيا، أعلن جيش الاحتلال عودة وحدة الاحتياط الخامسة إلى القتال وسط القطاع. أما في الضفة الغربية فقد أصيب 7 فلسطينيين باقتحام مستوطنين لمدرسة بمدينة أريحة واعتدوا على الطلبة والطاقم التعليمي. كما اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم 20 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفل وأسرى سابقون. دبلوماسيا، تستحث الولايات المتحدة الأمريكية الخطى الدبلوماسية لنزع فتيل حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط من خلال إفادة مبعوث إلى المنطقة مهمته منع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل والتوسط للتوصل إلى اتفاق للتهدئة بين الجانبين. يأتي ذلك في وقت دعا فيه قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال إلى احتلال شريط عازل في جنوب لبنان لإبعاد حزب الله عن الحدود. متابعة لهذه المستجدات وتطورات في التقرير التالي مع ليلى مشهد. وصل المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط عاموس هوكشتاين إلى تل أبيب لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الإسرائيليين وفي مقدمتهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوف جالانت. زيارة تندرج في إطار جهود الإدارة الأمريكية للتوصل إلى تسوية سياسية بين حزب الله اللبناني وإسرائيل تمنع توسع الحرب في المنطقة، وهي تأتي غدا اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الإسرائيلي الذي أكد أن الوقت ينفد أمام التوصل إلى اتفاق لوقف المواجهات اليومية بين جيش الاحتلال وحزب الله على الحدود. في غضون ذلك، كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية اليوم عن أن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوصى خلال اجتماع أمني مغلق باحتلال شريط عازل في جنوب لبنان لإبعاد حزب الله عن الحدود وإزالة ما وصفته بالتهديد الذي يمثله على سكان الشمال. وأشارت الصحيفة إلى نزوح نحو 150 لاجئا سوريا أمس من المخيمات المحاذية للحدود اللبنانية مع إسرائيل إثر إلقاء طيران الاحتلال منشورات تدعوهم إلى إخلاء المنطقة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمهد لإقامة الشريط العازل وهي تهدف إلى الضغط على حزب الله لإجباره على قبول اتفاق دائم مع الكيان الصهيوني. في الأثناء، يجتمع اليوم مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لمناقشة المواجهات على الجبهة اللبنانية في ظل تواصل الخلافات بين نتنياهو وجالانت الذي يعارض شن حرب على لبنان قبل التوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة وصفقة لتبادل الأسرى مع حماس، وهو ما يرفضه نتنياهو. اجتماع يتزامن مع أنباء تحدثت عن أن نتنياهو يستعد لإقالة جالانت وتعيين رئيس حزب اليمين الوطني جدعون ساعر محله، وهو ما اعتبرته عائلة الرهائن المحتجزين في غزة بمثابة توقيع حكم بإعدام الرهائن نظرا إلى معارضة ساعر أي اتفاق مع حماس. نهاية حصيلة هذا المساء من الأخبار قدمناها لحضراتكم من إذاعة الجمهورية التونسية. إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء في هذا الموعد الإخباري. وكالة وتصنيف الأمريكية فيتش رايتنج ترفع من تصنيف تونس الائتماني. قريبا صدور ونصوص الترتيبية الخاصة بقرار التسوية الشاملة لوضعيات المدرسين النواب لسد الشغورات في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي. وفي العالم، تواصل والمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وتحركات دبلوماسية لمنع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل. موعدكم يتجدد بعد قليل مع معز الغربي، وهذا المساء مع أجمل تحيات مكرم الهداجي وكامل الفريق العامل. دمتم في رعاية الله.